السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد الحملة الأمنية والعسكرية في تعز وإمكانية أن تنجز مهامها في ظل التعقيدات التي تعيشها المحافظة. قتل جنديان وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات تابعة للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة في حي العرضي شرق مدينة تعز. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والأمن تواصل عملية تطهير أوكار المسلحين شرق مدينة تعز بحسب توجيهات السلطة المحلية والقيادات الأمنية. من جانبه أكد محافظ تعز أمين محمود أن توجيهاته صدرت بعودة مؤسسات الدولة إلى مقراتها وفقا لمقررات اللجنة الأمنية، ومضيفا أنه لا يوجد طرف مستهدف من هذه الحملة وإن الجميع شريك في استعادة مؤسسات الدولة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن الحملة الأمنية والعسكرية في تعز من إنجاز مهامها؟ وهل ستكون الفصائل المسلحة معينة لهذه الحملة أم ستمثل عائقا لها؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. معركة تحرير مدينة تعز الثانية، سميها هكذا إن شئت، وستكون قد لامست الواقع أو أوجدت له مسمى موضوعيا لا مبالغة فيه. منذ تحرير المدينة من سيطرة الميليشيا كان المفترض أن تعاد إلى كنف الدولة مباشرة، لكن ذلك ما لم يتحقق، وتلك هي المشكلة التي كبرت واستشرت مع مرور الأيام. قسمت المدينة إلى مربعات أمنية، كل فصيل اختص بقسم منها، ثم ما لبثت أن وجدت النزاعات على العائدات والموارد. هكذا بدأت المدينة تنسحب بعيدا عن حضور الدولة ومؤسساتها الناظمة. هذا الوضع كان مغريا لأصحاب المشاريع المعادية للدولة، فانتشرت العصابات وكثرت الاغتيالات التي طالت رجالات الأمن والجيش والمواطنين، حتى فقد الناس الأمان على حياتهم وارتفعت أصواتهم المطالبة بحضور الدولة ومؤسساتها. ظل الوضع هكذا منذ التحرير، واليوم تشهد المدينة أول تحرك يمكن وصفه بالجاد لاستعادة حضور الدولة ومؤسساتها، وهذا يعني أن اختبارا حقيقيا أمام المكونات والفصائل المسيطرة على المدينة للامتثال لحضور الدولة وتوجيهات المحافظ الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في المدينة. الحملة الأمنية في أول تحركاتها قوبلت بمقاومة نارية من قبل أفراد وصفتهم اللجنة الأمنية بالخارجة عن القانون. أسفرت المواجهة بينهما عن مقتل المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة أبو خالد الصنعاني، بالإضافة إلى جنديين من الحملة وإصابة آخرين. وبتفحص وتدقيق للوضع في تعز تدرك أن العناصر الخارجة عن القانون ليست المشكلة بحد ذاتها، بل القوى التي تقف خلفها وتعطيها الدعم والتوجيهات. هذه القوى أطراف كثيرة، بعضها قد تكون على ارتباط بمشروع الميليشيا، خصوصا تلك التي تستهدف جر تعز نحو الاحتراب الداخلي وإغراقها بالحصار. ولعل قتل موظف الصليب الأحمر حنا لحود آخر ضحايا هذا التوجه، تعرف ذلك من خلال تفحص نتائج الحادثة والمستفيد منها. في المقابل أيضا هناك عناصر خارجة عن القانون انسلخت عن الجيش والمقاومة الشعبية وراحت تحكم في تعز بمنطق العصابات بعيدا عن الدولة ومؤسساتها أو على حساب تقويضهما. الخلاصة من كل هذا: هل ستنجح الحملة الأمنية في التعامل مع هذه المشاريع والقوى المستفيدة من غياب الدولة؟ وهل ستكون الفصائل المسيطرة في المدينة عونا للسلطة المحلية أم عائقا في طريقها؟ ذلك ما سيتكشف تباعا. وقبل النقاش حول تعز وصلنا الآن خبر عاجل أعلنت فيه ميليشيات الحوثي عن مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد. وقال بيان للحوثيين إن الصماد قتل الخميس الماضي في غارة جوية للتحالف العربي بمدينة الحديدة، وكان الصماد قد ألقى كلمة في الحديدة دعا فيها للاستنفار في مواجهة التحركات العسكرية في الساحل الغربي والترتيبات الهادفة لمعركة الحديدة. هذا وأعلنت الميليشيا تعيين مهدي المشاط رئيسا لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين خلفا للصماد.
بالعودة إلى حلقتنا لهذا اليوم التي خصصناها عن تعز وعن الأحداث الأمنية والعسكرية، ينضم إلينا الآن من هناك المتحدث باسم قيادة محور تعز العقيد عبد الباسط البحر. عقيد عبد الباسط، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين جميعا. مرحبا بك. بداية أحطنا بآخر المستجدات لما حدث اليوم في تعز. والله ما تم اليوم هو تحرك وحدات رمزية من المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مقراتها في المربع الشرقي بالعرضي وأسفل حي الجحملية بأوامر وإشراف مباشر من الأخ محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية العليا في تعز، وايضا باشراف الاقائد المحور تعز العسكري نائب رئيس اللجنه الامنيه، وبمشاركه كل الالويه العسكريه والامنيه والوحدات الامنيه والشرطه العسكريه وغيرها. بعد تقريبا ساعه ونص من تواجد هذه الوحدات الرمزيه في مؤسساته ومقراته الحكوميه الرسميه التي كان هناك قرار سابق للجنة الأمنية بضرورة تسليمها للجيش والأمن، وأيضا حدث تنسيق كامل بتسليم هذه المقرات والمؤسسات لسلطة الدولة. بعد تقريبا ما يقارب الساعة والنصف تعرضت القوات الأمنية والعسكرية في مقراتها إلى إطلاق نار كثيف بأسلحة نوعية وأسلحة ثقيلة. اضطر الأجهزة الأمنية وقوات الحكومية للرد على مصادر النيران وتطهير بعض الأماكن التي طيب. كانت اتخاذ أوتار لهذه العناصر الخارجة عن القانون. طيب عقيد عبد الباسط، يعني أبو العباس كان له تسجيل صوتي يقول بأنه لم يتم إخباره، وهو يعني ما أدى إلى هذه الاشتباكات التي نتج عنها قتلى وجرحى. ما روايتكم أنتم كجهة رسمية في المحافظة والجيش الوطني؟ سبق وذكرت لك الرواية الرسمية حق لدينا، ما 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 هو موجود ومن يعني منشور في كل الوسائل وكررته سابقا لك. بالنسبة لبعض، نحن نتعامل مع الجهات الرسمية والسلطات الشرعية وممثلي الدولة. نعم، الأوامر والتعليمات ومع الأخ المحافظ الذي يشرف بنفسه ويقود الحملة بنفسه ويتابع ويتحمس كثيرا لعودة مؤسسات الدولة إلى الهيئات الخاصة بها. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم قيادة محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، كنت معنا من تعز. ونشرك معنا في الحديث محمد نجيب رئيس عمليات كتائب أبو العباس. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أخي، أهلا بك. روايتكم أنتم كتائب أبو العباس عما حدث اليوم ونتيجة عنه هذه الخسائر من القتلى والجرحى. والله ما حدث اليوم هو نتيجة عدم التنسيق المسبق وسوء التدبير من قبل القيادة، ويتحمل كافة القيادة العسكريون والسياسيون. وللعلم قد اتخذنا اجراءات سابقه بتشكيل لجنه مثلت توجيهات الاخ محافظ المحافظه، وتوجهنا نحن ومدير الامن السياسي ومدير الامن المحافظه وقائد الشرطه العسكريه والاخ المتحدث سابقا الاخ العقيد باسط البحر، وكذلك عدد من الضباط وقيادات محور تعز. اتجهنا قبل اسبوعين الى المنشات والمباني العسكريه التي هي تحت حمايتنا بعد ان تم تحريرها من الميليشيات الانقلابيه، واتفقنا بمحاضر رسميه ان يتم اعاده تاهيلها وتسليمها للوحدات العسكريه والامنيه، وعلى هذا تم الاتفاق. الا اننا اليوم تفاجانا بابلاغ عن اطقم لا نعلم عنها، سوى انه ابلغونا ان هناك اطقم داهمت وقامت مباشره اطلاق النار وإصابة بعض حراس المباني المكلفة من قبلنا من أفرادنا بحراسة المباني مبنى التربية ومبنى إدارة الأمن، وقتل أحدهم بطلقة مباشرة في الرأس وإصابة العديد منهم.
طيب دون قيد او شرط. طيب نعم نعم سيد محمد، ما الذي يجبركم انتم في كتاب ابو العباس يعني للدخول في هذه الشبكات وسقوط قتلى وجرحى، ولا تسلمون هذه المؤسسات للدولة بحسب توجيهات المحافظ واللجنة الأمنية؟ بالعكس، نحن نرحب ونحن أول من يود أن يفرض الأمن والاستقرار داخل المحافظة، وسبق أن قدمنا عريضة وقائمة بعدد المباني الحكومية التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية أثناء تواجد نائب رئيس الوزراء الغباري، وقدمنا له 21 مبنى يتم الاستلام ويتم استلامه من قبلنا، كوننا نحن المكلفون بحراسته بعد تحريرها من الميليشيات الانقلابية، وكذا مبنى سوى إدارة الأمن أو الشرطة العسكرية. نحن نرحب بذلك ونحن أول من يقوم بالمشاركة بالحملات الأمنية، وقد سبق أن جاءنا وضبطنا مطلوبين أمنيا وسلمناهم إلى الشرطة العسكرية، وسبق أن يكلفونا بمهام أخرى ببرقيات رسمية وتكاليف رسمية موجودة طيب. لدينا بمشاركة اللجنة الأمنية. لماذا تم عمل هذا النظام المباغت للمواقع؟ طيب نسمع إجابة هذا السؤال. نعم سيد محمد، أسمع إجابة هذا السؤال من رئيس عمليات اللواء 117 مشاة العقيد عبدو حمود الصغير. إذا رئيس عمليات كتائب أبو العباس يقول نحن يعني ممتثلون لأوامر المحافظ واللجنة الأمنية، وأول من رحبنا بهذه الخطوة وهذه الإجراءات منذ أن وصل نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري، واليوم ولا عندنا أي مشكلة. إذا ما الداعي أن تقوموا باقتحام هذه المناطق ويحدث القتلى والجرحى عقيد عبدو حمود؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي الاخ محمد نجيب. لا شك ان لا يوجد اي فصيل في تعز او اي جهه عسكريه في تعز لا تريد ضغط الامن وضغط السيطره الدوله على اي جهه او مربع من المربعات الموجوده داخل المدينه، وكما هو الحال لدى جميع الالويه. ما حصل اليوم ليس عندنا بالطبع نحن في اللواء نتيجه لوجودنا في اطراف المدينه يعني حيثية كاملة، لكن ما علمنا أن هناك صدر قرار من محافظ المحافظة بتسلم هذه المواقع. ليس عندنا بالطبع التفاصيل كاملة، لكن ندرك تماما ويدرك الأخ محمد نجيب وكل أبناء تعز أننا جميعا مسخرون لهذا الجانب، وأيضا متفهمون لبسط هيبة الدولة في هذه الأماكن حتى لا يحدث اختراقات هنا أو هناك، وقد تحدث سلبيات هنا أو هناك أو أسلوب خاطئ أو توجه من فئه او شخص او افراد او جهات، لكن في النهايه الكل مستقر على بسط سيطره الدوله وعلى ايجاد نوع من انواع الامن للمواطن وللابناء تعز، وكلنا نعلم الحوادث الاخيره والتي كان لها اثر سيء على محافظه تعز وعلى ابناء محافظه تعز، والكل يدرك ان هذه المحاولات تشيء لنضالاتنا تشير لتاريخنا البطولي والمشرق لابناء تعز والذي بفضل. طيب عقيد عبد الحمود، نعم عقيد عبد الحمود، نعم اذا كنتم كما تقول وكما يقول ايضا رئيس عمليات كتائب ابو العباس محمد نجيب بانكم يعني ممتثلون لاوامر الدوله والجميع يرحب بعوده الدوله وحمايه مؤسساتها، اذا ما الداعي اليوم ان يعني تصل الامور الى حد الاشتباك والقتل وانتم متفاهمون فيما بينكم؟ كما أخبرتك أخي ما حصل هو قيام اللجنة الأمنية. هل هناك طرف ثالث يحاول مثلا يعني عمل فتنة فيما بين الفصائل في تعز؟ لا شك أن الطوابير الداخلية والخامسة والثالثة والسابعة تحاول إيجاد أي فتنة بين الفصائل الوطنية أو الجيش الوطني داخل تعز كثير، لكن هناك عقلاء داخل هذه الفصائل وداخل ألوية الجيش يحاولوا دائما امتصاص مثل هذه القضايا. ندرك ان القضايا اليوم قضايا داميه ومؤسفه جدا ان يكون ابناء تعز ان ينخرط ابناء تعز بهذا العمل او ينجروا لهذا العمل، وهذا عمل يؤسف الجميع ولا يشرفها في تعز ولا يشرف ابناء تعز ذلك. لابد من عمل لملمه لهذه القضيه، وعمل ايضا نوع من انواع المراجعه والمحاسبه لكل إجراءات التي تمت حتى نصل في النهاية إلى إيجاد قضية رئيسية. هي الأولى بس هيبة الدولة على كل أرجاء المدينة في المناطق المحررة،
وايضا الكل يشترك في عمليات اداره الملف الامني ومتابعه الملف الامني وايضا الاهتمام بهذا الملف لانه مهم ومهم جدا. شكرا جزيلا لك رئيس عمليات اللواء 117 مشاة العقيد عبد الحمود الصغير. وعوده الى رئيس عمليات كتائب ابو العباس السيد محمد نجيب. اذا الان بعد هذه الاشتباكات يعني حاليا الان بالنسبه لكم انتم هل يعني توقفتم عن هذه الاشتباكات؟ هل ابديتم رغبه ما في يعني عدم تكرار مثل هذه العمليه؟ ما هو موقفكم الان حاليا؟ موقفنا حاليا حسب توجيهات الاخ محافظ المحافظه رئيس اللجنه الامنيه حفظه الله هي تكليف رسمي وتوجيهات صريحه بوقف اطلاق النار منذ ظهر اليوم، وامرنا قواتنا وافرادنا بضبط النقص وعدم الانجرار وراء الفتنه التي لا جدوى لها داخل المدينه. وكذلك قلنا لبعض من تسببوا بعض هذه الاخطاء بتصحيح ما بذر منهم حسب ما هو متفق عليه سابقا بالمحاور السابقه. نعم. بالنسبه لكم انتم في الكتائب سقط منكم قتلى وجرحى ام لا؟ نعم لدينا قتيلان وحوالي 18 جريح وغير ذلك ما تم اخذه من سلاح من أفقم حتى مدفعياتنا التي لا دخل لها بهذه الاشتباكات والتي تواجه العدو وجها بوجه شرق الساحل تم اخذها وسحبها وضبط وحجز الابراج القائمين عليها والذين يقومون بمواجهه الحزن دون سبب يذكر. كما حدثت بعض التصرفات الغير مقبوله لا يقبل بها لا دين ولا عرف. داهم بعض المستشفيات اخذوا جرحى مبترين اصيبوا اثناء مواجهتهم بالعودي بالكدحه خصوصا بالهجمه الاخيره طاردوا افرادنا يحاولون ان يمسكوا اي فرد يطبع كتاب العباس اللي هو 15 مدرع. يعني الكل يتجمع ويحاول ان يلتم ضد دون سبب يذكر وكاننا عدو داخل المدينه. نعم. طيب اذا اشكرك جزيل الشكر رئيس عمليات كتائب ابو العباس السيد محمد نجيب، كنت معنا من تعز. ونشرك معنا في الحديث الان الدكتور فيصل الحذيفي والكاتب الصحفي احمد شوقي. احمد شوقي مساء الخير. مساء النور يا حبيبي، اهلا بك. كيف تتابعون انتم كاعلاميين وصحفيين وابناء تعز ما حصل اليوم بين فصائل الجيش الوطني بعد الحمله الامنيه التي وجه بها محافظ تعز؟ أخي لا أخفيك أن حالة من التفاؤل بدأت صباح اليوم بمسألة قرار المحافظة الدكتور أمين أحمد محمود عودة مؤسسات الدولة أو أجهزة العسكرية إلى مقراتها. هذا التفاؤل للأسف يعني تأخر له قليل من المضاحكات والاحتكاكات التي كانت يجب أن يتم معالجتها بمزيد من الحكمة، ولكن في المسار العام نحن نشعر بان ندعم او القرار هذا دعما كاملا غير منقوصا، وندعم توجهات محافظ المحافظه الدكتور امين احمد محمود، ونعدد ونؤكد على ثقتنا باجراءاته وبعمله. وما نريد فقط خلال هذه الفتره ان يتم يعني ترك الدوله تقوم بمهامها بدون ضيق، سواء من خلال عرقله مسارها ميدانيا او من خلال توظيف عملها في تصفيه طيب. حسابات استاذ احمد نعم استاذ احمد، يعني سمعنا يعني قائد العمليات في كتائب ابو العباس، وسمعنا ايضا المتحدث باسم الجيش، وسمعنا ايضا رئيس عمليات اللواء 117 مشاة. الجميع متفقون على دعم الدوله وتواجد الدوله وتسليم مؤسستها. اذا ما هي الاسباب التي جعلت الوضع يتازم الى هذا المستوى وتحدث هذه الاشتباكات ويسقط قتلى وجرحى فيما بينهم؟ أولا علينا أن نقر أن هناك بعض الأشخاص والمجموعات المسلحة المنفلتة موجودة يعني في بعض المناطق وفي بعض حتى محسوبة على بعض القيادة يعني القوات العسكرية التابعة للجيش الوطني. هذا يعني واحد. رقم اثنين علينا أن نقر أيضا بأنه هناك يعني للأسف شلال أو مجموعات
لها توجهات قد تكون قبلية، قهوية، أسرية، أيا كانت، وتريد أن تضفي حسابات من خلال مثل هذه الأشياء ومثل هذه القرارات. وثالثا علينا أن نقر بوجود أيضا جدل سياسي، لا أعرف أنا إلى متى سيستمر بهذه الصورة، خصوصا وأن هناك حالة استقطاب داخل المدينة وحالة لعب على قرارة الدولة وقرارة يعني السلطة المحلية من حيث تغييرها سواء مع أو ضد. فهذا الاحتقان يجب أن يتفكك، وأيضا يجب أن نقول للمخطئ أخطأت وللمسيء أساءت. اليوم حصل إشكال وتم التعامل معه، كان يفترض أن يتم التعامل معه بصورة يعني مركزة من قبل الشرطة العسكرية باعتبارها هي شرطة الجيش، ولكن تم التعامل معه أيضا من قبل مثلا أفراد في ألبية أخرى، ويفترض أن يتم الآن التوقف كما قرر المحافظ الأخر المحافظة. يعني أنا في الساعة 11 الساعة 12 ظهرا يعني توقيف الأخر المحافظة أو قبل بإيقاف العمليات وإيقاف إطلاق النار، لكن الحمل الأمني نعم في هذه المواجهات، وفي نفس الوقت بعدها بنصف ساعة جديد نعم. من يعني قيادي في المحور بأن أعتقد أنه سيكون تناقض غير سليم يعني. نعم، أشكرك الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد كنت معنا من تعز، وينضم إلينا الآن من تعز أيضا أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل مساء الخير. دكتور فيصل مساء الخير. أولا أنا لست أستاذ علم الاجتماع السياسي حتى أكون واضح، مش كل مرة بجيب الجمهور والصفة. أنا دكتور العلوم السياسية بجامعة الحديدة. نعم دكتور العلوم السياسية. لا لا مشكلة في الصفة دكتور يعني. طيب دكتور أنت يعني في التوصيف أنا لا أدعي تخصص نعم. غير تخصصي. نعم طيب دكتور يعني سيتم تعديل الصفة الدكتور العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي. كيف تابعت ما حدث اليوم في تعز، وما هي مؤشرات هذه الاشتباكات التي انتهت بقتلى وجرحى بين فصائل الجيش الوطني وكتائب أبو العباس والشرطة العسكرية؟ ابتداء توجه جاد من الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة باستعادة مؤسسة الدولة وإعادة هيبة الدولة إلى المجتمع المحلي، وهذا شيء يبعث على التفاؤل، وينبغي على القوى السياسية والمؤسسات الأمنية والعسكرية أن تستجيب لمثل هذا التوجه، لأنه الرجل يمثل دولة ونحن نبحث عن الدولة. هذا أولا. الشيء الثاني، ما حصل من مواجهات هو كان متوقع، لأنه بعض الفصائل العسكرية إلى الآن تتعامل مع نفسها كفصائل. نحن للأسف منذ عام أدمجت هذه الفصائل في الجيش الوطني، وبالتالي ينبغي على أبو العباس أو على أي فصل آخر أو على أي لواء أن يأخذ توجيهاته، مش بالضرورة من المحافظ، من القائد الأكبر منه يعني. بالضروره نجيب له قرار جمهوري او قرار من الامم المتحده على اساس لا لكنهم نعم دكتور فيصل، لكن روايه ابو العباس وايضا رئيس عمليات ابو العباس الان كان معنا قبل قليل تحدث بانهم لم يكن لديهم اي علم وهم ممتثلون لاوامر المحافظ واللجنه الامنيه. هناك تضارب بالاقوال. انا تابعت كلامه في عبر القناه، هو يقول بان هناك محاضره مكتوبه في مسألة تسليم هذه المقرات، أي أن لهم علم مسبق بالتسليم، وبالتالي من جاء لك ليس بلطجي لابس معوز ومقطب، هو رجل دولة لابس لبس عسكري بأطقم عسكرية، وأنت عندك توقيع مسبق على هذه المحاضرة أولا. ثانيا، لا ينبغي المواجهة بإطلاق النار، ينبغي التفاهم. لماذا نلجأ إلى إطلاق النار مباشرة؟ مفترض أن اللجنة التي ذهبت للاستلام واللجنة والقوات التابعة لعباس في المباني تتفاهم بالكلام والعقل مش بالسلاح. رقم اثنين، وهذا الذي أنا ينبغي أن يكون الرأي العام التعزي واليمني سائر مفهوم، تصريح أبو العباس ينبغي أن يكون رصين عندما يقول على المحافظ أن يأتي بقوات تستلم المباني ويكون تحت إدارتنا وإشرافنا. يعني هو دولة فوق الدولة؟ هذا أسلوب غير صحيح. أبو العباس هو فصيل داخل القيادة اللواء 35، وينبغي أن يتلقى تعليماته من اللواء عدنان الحمادي وليس الأمر من المحافظ. يعني للأسف ما يحصل في تعز هو من بعض الناس ملشنة المدينة وإساءة سمعتها.
انا اطالب الاخ المحافظ معي لما التقي به مباشره رغم التواصل، اطالبه برفع جميع النقاط داخل مدينه تعز لجميع القوى الامنيه العسكريه ليحولوا هذه النقاط الى الاطراف ليحموا المدينه من الحوثيين وليس من بعضهم البعض. للاسف انا عندما امشي الشوارع وهي مقطوعه على المواطن هذا يثير السخط ليؤمنوا المدينة من أطرافها ولا يؤمنوا أنفسهم ضد بعضهم البعض داخل المدينة في تقطيع أوصال المدينة. يطالبون الناس بفتح الحوضان أو معبر الحوضان بينما شوارع المدينة مقطعة. هذا أسلوب رديء وأسلوب سخيف ويبعث على الغثيان والكراهية لدى هؤلاء الناس الذي لم نعرف نفرق بينهم هل هم رجال دولة أم هم ميليشيات. ينبغي أن نحدد موقفهم. نعم. طيب دكتور فيصل، سؤال أخير فقط، هل باعتقادك هذه الحملة هي جادة ولن تتوقف حتى يتم تسليم مؤسسات الدولة وترتيب يعني بيت السلطة المحلية في تعز، أم هي ربما يعني مثل كل المرات السابقة يعني ما إن تبدأ حتى تنتهي؟ نحن الآن نحسن الظن بالدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة، نحسن الظن به، الرجل يعمل ببطء وبتأني وبصبر وهذا يحسب له لا عليه. ينبغي فقط على الأطراف التي تدخل بمشادة مع المحافظ بأنها تعمل على إفساد ما ينبغي إصلاحه. ينبغي أن نلتف كلنا مع الأخ المحافظ باعتباره ممثل الدولة التي ننشدها، وعندما نترك له فرصة كافية عام بعد ذلك نقيم أداءه، إذا في خطأ نرفع ضده الكرت الأحمر. أما الرجل إلى الآن دخل المدينة ومستقر في المدينة ويعاين الوضع يوم بيوم ويحاول، نرجو من الأخ المحافظ عندما يصدر قرارا أن لا يتراجع عنه، لأنه أي تراجع عن القرار هو طعن في خاطرة الدولة. أشكرك. فعليه أن يصدر قراره المتأنية اليمين. نعم، الدكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.